من البروجرامز المشهوره جدا للوقايه من اصابات الملاعب فيفا 11 بلس، وده تبنته الفيفا اكشلي من تقريبا 10 سنين، ان هم جمعوا مجموعه من التمارين اللي كل لعيبه الكوره، وتعممت دلوقتي كمان للعيبه السله، انه لو عملوا التمارين دي لقوا ان في دراماتيك ريدكشن، يعني العدد نسبه الاصابه بالملاعب قلت بشده لما اللعيبه عملت الرياضه دي الاكسرسايزز دي مرتين او ثلاثه في الاسبوع لمده 6 شهور. والصوره اللي قدامكم دي بتبين ايه الرياضات اللي هم الاكسرسايزز المعينه اللي بيعملوها بحيث ان هم يمنعوا الاصابه. ودي تمارين مخصوصه بتساعد على الاستابيليتي بتاعه الشولدر جوينت، المفصل بتاع الكتف، وده مهم عشان الحمايه من الاصابات اللي فيه. وفي امثله كتيره للانجري بريفنشن بروجرامز كلها ريليتد لتقويه العضلات والاعصاب اللي بتغذي العضلات، بحيث ان انا اقلل الامباكت بتاع الحركه على ان انا يجي لي اصابه. واعتقد ان دي حاجه مهمه لازم نركز عليها عشان نخلي الاطفال ان هم يتقدموا في الرياضه بتاعتهم بدون ما الاصابات تمنعهم ان هم يكملوا المشوار. شكرا.